اليوم تحاول الاكل ديالو ماشي واحد بغا ربي راه غادي نعطيه ليه، و الا قلتو لي نطلقو راه غنطلقو. قلتو خواتاتي مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتقاسم معكم انني لقيت واحد الظرف في الغابه وهذاك الفيديو لقى الاعجاب ديال بزاف ديال الناس وبطريقه باش تعاملت مع هذا الطير. هذاك الطير الاخوان راه بلا تيكبر الروشات ديالو، انا نوريكم الطير دابا وراه قريب نطلقوه ان شاء الله، وراه طلينا فيه ها هو راه صحة جيدة كما تيقول لكم، ها هو راه هو الحجم الكبير. هادشي اللي كان الاخوان تقاسمنا مع زعما داكشي كما باغي، داكشي اللي كنخدمو للطورات ديالنا راه تاكل حتى هو الخلطات وكامل داكشي تاكل كمان باغي، بل هو يستهلك اكثر من هذه الطيور التي عندي. المهم الاخوان هادشي اللي درناه في سبيل الله ان الطير غادي يموت غادي يموت، حنا تقاسمنا معكم التجربه ديالنا اننا لقيناه وتعاملنا معاه. هذه ماشي هي اننا تقاسمنا معكم، ولكن بحال بغيت نوصل رساله تلقى واحد الحيوان ولا واحد كائن حي ما خصناش نخليه يضيع. عندي ما ندير ليه نداويه ولا نعتني به بينما صحاح ما يبقاش عندي انا الوقت باش نهتم به ولا ما عجبنيش نطلقو ديك الساعه تمشي بحالي. هادشي من باب التشجيع على تربيه الطيور والتشجيع على الاخلاق الحامده بيننا وبين الحيوانات البكماء اللي ما تهضرش وما تتكلمش. هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف على انني نوريكم الجناح ديال الطير كي ولاو، وغادي نوريكم من بعد هذا الفيديو ان شاء الله راه غادي نوريكم اش كنت طلعتي. هذا الجناح ديالو اللي كان الاخوان في صحة جيدة على باقي كمال باقي. عرفتي هذا الريش ها هو 1 2 3 4 5، هاد الخمسة الرويشات هما باش تيطير الطير كيف ما كان النوع ديالو، وباش تلقاوهم تيكونوا جايين ياك. هذا راه هو الكيدون، هذا اللي فوقاني اللي من بعد منه تيجي الريش حتى هنا وتيحبس تيكون بلا، الاخر تيجي حتى هنا وتيحبس تيكون بلا، تيجي حتى هنا وتيحبس، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة تيكونوا هادو رئيسيين وهذا هو الشيف ديالو. وهادي هي الرويشة ديالو هيا الإخوان، رانا هادي كاملة كانت مفقودة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسعود الرويشات الإخوان كانوا لينا كانوا ناقصين ها هما. دابا الطير إن شاء الله غادي نطلقوه بإذن الله، راه ذكر حيت راه قرب موسم التزاوج عندهم، وخا بدلنا ليه الوكر ولكن ماشي مشكل راه غادي يعيش في الطبيعة غادي يعيش. نردو الطير عند خوتو. هادشي اللي كان الإخوان في هذا الفيديو، نتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، وقولوا لي التعليق بالنسبة لهذا الطير واش نطلقوه ولا نخليه معايا، ولي محكمة وجهكم وقرا واسع النظر. المهم راه نتقاسم معكم الاخوان الماكله اللي كنت نعطيه وكيفاش كنت تعاملت معاه في النهار الاول. غادي نتقاسم معكم الفيديو كامل الفيديو الجاي ان شاء الله فاش غادي يكمل الرويشات، ديك الساعه غادي نقرر وغادي نجمع لكم كلشي في مره واحده من ا حتى الزد، من نهار لقيتو حتى نهار غادي نطلقو ولا نهار غادي نخليه. فيديو الاخر اللي غيكون على الطير هذا غيكون معلومات حول الاكل ديالو الموطن ديالو، المهم المعلومات كامله تذهب مع الطير هذا غادي نتقاسمها معكم الاخوان. ومن بعد الا كان شي واحد بغى يربي راه غادي نعطيه ليه ماشي مشكل، و الا قلتو لي نطلقو راه غنطلقو.